سوق المدينه تاع بسكرا عنده قداه المدخل وين تحب تدخل، كاين اللي يدخل على الالبسه التقليديه من هي القنادر العربي والشيشان، كاين اللي يدخل على الحمام جيت الحمام اللي هي والبيض العربي، كاين اللي يدخل على جيت الخبز واللحامه والجزاره من هي، كاين اللي يدخل على جيت التمر والخضره، كل الوسط راهي لهنا كما راكم تشوفوا كل شيء راه كاين، حتى صاحبك ما تلقاهش تعيط لينيتي ما عندكش تدخل للمرشي الدور تلقاه. نهاركم زين، صباح الخير. صباح الخير الدادة. الحمد لله راني نشوف اليوم العسل الكل راهو هنا الحمد لله. يعني راه كاين حوايج بوقتها وحوايج بلا وقتها. هذا في وقتها عندي تمر كونجلي، انا مكونجليه فلاح انا. هذه اليتيمه. هذه طنطبش. هذا بيض القول. رطبة مريم. الدقله. شمروخ. هذه لرشتي، هذا ما نشتي فلاح. نبيع سوم معقول. والاسعار معقوله الاسعار؟ السعر معقول. كما في وقته يعني؟ كما في وقته. دقت نور عندي ب 30 وعندي ب 50، شمروخ ب 50 ولونفراك ب 30. والانواع الاخرى هذه؟ الانواع الاخرى ب 30,000 الكيلو. عندي لا رشتي ب 20,000. كلش كاين الخير الكل كاين. الله يبارك. الطابله منوعه قلت نخطف من هنا شويه. شوية زرودية. ايه البسطة شحال دارت؟ البسطة 6000. 6000 كانت غالية. شحال كانت هي مشتوية؟ 8000 طلعت 7.5. البدية برك الناس شوية كانت مطلوبة. البدية كانت 8000 دوكي هبطت 8 كانت 8 10 دوكي 5000. الله يبارك. حار ولا حلو؟ حار 6 نزب 10. حار كذلك ثاني 5000 كان ب 12 16. الطماطم كانت ب 14,000 ولا 8,000. الاسعار دركا في الاسبوع الاول هذا راهي هبطت شويه. شوف لي واحده قرعه زينه. شوف لا خردل هذا رقيقه. ايوه هذه مليحه طريه بدا الحبه هذا 20 سيدي. القرعه هذه ب 20. تفضل. هيا يعطيك الصحه ربي ينورك ان شاء الله. الفول هذا اليوم رانا ساخفين باش نديروه، كاين اللي يديروا طيب وديروا سلطه يرحي يديروا سلطه، وكاين كيما حنا نديروا في الشيشه، الشيشه المرمز. تطورت تمشك راسها ما تنوز هكاك. باطل 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 مواطن باطل مواطن. الحمد لله شناك بخير. الله يسلمك. شارك لاباس. بارك الله فيك. واش واش قضيت ولا مازال شويه؟ لا نشرب شويه. كي شفنا على النهار الاول ودركا شويه هبطت. لا نقصت على النهار الاول. ما حسيتش حاجه كبيره بصح كاين شويه لا ديفيرونس كما نقولوا. الزوالي يتعب شويه. يتعب في هذا رمضان. الزوالي يتعب. نعم. الزوالي يتعب. قداه منا ل 9 قداه منا 10 دبل بي وهذه ب 10 وهذه ب 9 وشي هذه واش بيناتهم؟ لا وهذه واش بيناتهم؟ كيفاه مش كوكيف؟ الكاوكاو البيستاش اللوز الجوز الله يبارك العسل يعني ما شاء الله يعني تلقى هذا جناح خاص بالمكسرات. دبشه مع دوز كرفسه. دبشه هذه كل تاع بحير. دبشه تاع هذا تاع شريبه هذا تاع بوراك ومرقه بيضاء. وكان انت بالطلعه. بالطلعه وهذا السر تاع الذكار تاع الكرم. تاع الكرم يقحوا به. ايه لا لا عام زين ان شاء الله صنع. صنع عام زين. والله غير عام زين. هيا فال زين ان شاء الله. صنع عام زين ان شاء الله. الفراوله يدير 35 بنات 28 26 شويه الاسعار طالعه شويه ياسر على قبل. لا طالعه ياسر يعني بمناسبه شهر رمضان طالعه. طالعه ياسر بالله اللي يغلي بها. الدلاع وراه كاين في الشتاء. غالي الدلاع. الدلاع يدير 14 17 حتى ل 20000. صح. وهذه سلطه راهي سبيسيال هنا هذه تاعنا جهتنا هذه. هي تاعنا هنا هذه. ايوا جهت الملح. ها وش اسمها؟ لافوندونس. يلاه الله الله لافوندونس وافونس سوارد ولافونس. هذه الحده يا ابو قلبه. والله دير لنا شويه ثلاثه روس ولا حاجه زينين دير دير لنا. يعطيك الصحه. شنو الاقبال تاع المواطنين شويه مع الدوباره؟ سنا اقبال واش غنقول لك؟ اقبال شويه شويه كل زادوا له الدنيا كل زاد الزيت زاد الهريسه زادت الخضره زادت كل زاد على هذيك شويه الدوباره على هذيك شويه عاد باقي هو هو ما باقي 20 ما نجمناش نزيدوا على على المواطن. ما تنساليش الحار الله ينورك. اكد لي على الحار. ها كيما راك تشوفوا حتى الدوباره هاي هنا كاين الحمص كاين الفول
وهذا الطبق هذا ما يخطيش في رمضان، هذا لازم في رمضان إيه. طبق رئيسي إن شاء الله، خاصة في السحور. هاي صغيرة فيها شمبل شمبل مش حال دار ال 40 هاي والفيولي 35 دنواي 40 كاين 36 اسوا ملح والمداوي هذاك مداوي 45 مداوي مليح في رمضان زادت شي الغلا قليله وبلاستيك غالي ياسر سنا على بالك بيدو كنا نشرو فيه ب 10 دوك نشرو فيه ب 17000 بسم الله البلوزين غالي وسلعة زيت تزيد في الميزة في السومة تاع الغلا والزيتون سنا الغلا قليلة شوية العام قليل شوية ومسيق ثم نجيبو شوية غالي شوية جيت الغرب هي ايه نجيبو مسيق وزاد البلاستيك يزيد الزيتون الزيتون زاد المغربة شوف ايه وزاد البلاستيك دينار تاعنا دينار تاعنا هذيك شرو لي تيب هذيك ب 20 هذوك غادي يشرو بها ب 40 كاين لو كاين دوراد كاين ميرلون كاين سبادون كاين طون كاين كالامون السيتير واش راه داير الطون؟ الطون دار 160 عندنا وكاين تاع 100000 هذا ياكل نعطوه هو قال لك اللي يجي ما عندوش نعطوه والله الساق في رمضان ما ياكلش لازم ياكل بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة ان شاء الله ساعة وحنا ندوروا في المرشي اللي هنا في وسط المدينة شوف قبل يعني كانت تدخل ب 300000 تعمر زوج كفوف درك راك ب 300000 هاي قفه كيف راهي ونقدر نهزها خفيفه خلاص يعني فيها معمره فلفل ومعمره حوايج خفيفه حليل الزوالي حليل القليل وحليل في شهر رمضان خاصه للسخاف هذا يخرج بالحمايس ربي يكون في عون القليل ان شاء الله.